مثل الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا راني مليحه الحمد لله يا ربي. الله، اليوم راح نديرو بطبول. بون، عندي زوج كيلات فارينه، كيل تبهد البول، عندي مغرف كبير ملح، وعندي كيلة سميد رقيق. انا نحب ندير له سميد، ما نحبش ندير له فارينه برك. الو، هنا عندي مغرف صغيره خميره تاع الخبز، ومغرف صغيره سكر، وعندي كاس ماء دافي. هلا نخلط هكذا مليح، نخليه يدوب للفوليوم، تطلع شويه الخميره باش نخلطها مع الميلونج ديالي، ومن بعد نبقى نزيد في الماء، ماء دافي بيان سور. كما تشوفوا بعد ما طلعت لي الخميره هكذا، نحطها هنا في الفارينة والسميد والملح، ونقعد نخلط حتى تلاقي ما عندي بات طرية، نعجنها شوية. قلت لكم زدت درت لها الخميرة وقعدت خاصامة، زدت لها شوية ما دافي، وهكذا في تلاقي ما عندنا اون بات. شوفوا عندي البطارية وما تلزقش، دوكا نخليها تخمر. فوالا، بعد ما الخميرة ديالي خمرت ما شاء الله، دوكا نفتحها ونقطعها مدورة ونخليها تريح. فوالا كيما تشوفوا، لازم تكون هكذا، ما لازمش تكون رقيقه بزاف ولا خشينه بزاف. ولو كان نحيهم غير بلاقل ونحطهم فوق طوشون باش نزيد نخليهم يريحوا واحد 10 مينوت ولا 4 ساعه ماكسيموم. سي كي نجي نرفدهم ونعرف لهم الشكل ديالهم. نخليهم هكذا، نغطيهم ونخليهم يريحوا 10 مينوت، ونطيبهم مع الطاجين، ندهنوا شويه زيت. الو، بو لا فارس كيما تشوفوا، بطاطا دي بتي دي صغيره بزاف هكذا تجي بنينه. عندي طوماطيش دي بتي دي، مايس، كورنيشون وزيتون الاخضر، عندي بيض، عندي مايونيز، خل، و دو بوات تاع طون الويل، سي نورمال لازم نحي لهم الزيت، وندير لهم الملح. هلا، ندهن الطاجين ديالي ولا المقلاة بالزيت هكذا، وبعد ما ريحو دوك نسيني نرفدهم غير بالعقل. ولاباط لي قعدت لي عاودت لايمتها وغطيتها،
نخليها تخمر شوية دوك نفتحها باش نكمل نطيبهم. شوفي لازم نرفدها غير بالعقل باش ما نخسرلهاش الخميره. على خطر عندي اليوم هكذا عليك ما شاء الله ما تعبوا. فوالا البطبط ديالي تاع المطر كيما كتشوفوا هادي هي العصير ديالي تاع البطبط. عندي 3 غون ندير فيهم ومانيش هنبدلهم. دوك هنعمل البطبط تاعي كيما قلت لكم لافاص ديالي فيها مايونيز دونك ما كان له ندهن نعاود ندهن البطبط ديالي كيما تحبي. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم وما تنساوش ديروا سبسكرايب باش يوصلكم جديد. تهلاو في روحكم. سلام.